الحقيقة فرصة طيبة جدا أن مصر تستضيف هذا المؤتمر الكبير اللي تقريبا يعني من أهم وأكبر المنظمات على المستوى العالمي ومستوى الرياضة هي الوادة. الوادة مسؤولية كاملة مع كافة المؤسسات الدولية والمحلية بخصوص ممارسة الرياضة ورياضة البطولة لمكافحة المنشطات ويعني تحقيق الرياضة النظيفة، لكن تمتلك قدر كبير من السلطات والمسؤوليات، إيقاف اتحادات، إيقاف دول، إيقاف حاجات بعد التحقيق يعني بعد القرارات، ودايما بيكون في الاجتماعات والمؤتمرات لأخذ قرارات وأكواد جديدة. شرفنا أن يكون الاجتماع في القاهرة، وده يعني شيء مهم جدا لشكل مضمون الرياضة المصرية. الحمد لله احنا أصبحنا في مستوى بالنسبة للوادة الأول تيرا 1 بالنسبة للرياضة المصرية، وده جه ناتج عدد البطولات اللي مصر استضافتها بشكل يعني مؤخرا، وأيضا الإجراءات اللي تم تطويرها في النادو المصري. ده بيدي مصر يعني دور أكبر في مسؤولياتها، وبينعكس كمان على مستقبل المعمل المصري. هاي كانوا اجتماعين مهمين جدا، امبارح كان المكتب التنفيذي والنهارده كان مجلس الاداره، في قرارات مهمه جدا اتخذت بالنسبه لزياده الميزانيه بتاعه الوكاله الدوليه لمكافحه المنشطات في الثلاث سنين اللي جايه، بالنسبه لوجود اجراءات تصليحيه في الحوكمه ووجود تمثيل اكتر للوكالات الوطنيه لمكافحه المنشطات والرياضيين. كمان تم اختيار البلد المضيف للمؤتمر العالمي لمكافحه المنشطات القادم ان شاء الله في كوريا الجنوبيه في بوسان، فكان اجتماع مهم جدا وكلها قرارات مهمه ان شاء الله هتم تنفيذها في الفترة الجاية.